مساء الفل. الناس اللي عقدونا من طريق الساحل، لا طريق حلو جدا كمان، واسع والشرطة مسيطرة عليه تماما، والمرور منظم، المرور بشكل رائع بجد. فما تسمعوش كلام حد، روحوا اتبسطوا، روحوا اتبسطوا وتفسحوا وانزلوا في كل مكان في الساحل. الطريق كله متأمن، كله بالكامل بالكامل، بس بجد عمل أكتر من رائع. الطريق 5 حارات، 1 2 3 4 5 6 حارات، كمان 6 حارات، حاجة فخر يعني. في بدايته بس محتاج شوية تنظيم، بس الناس حفظته خلاص. الحاجات اللي في الأول اللي هي الصواني اللي بتلف منها من فوق خلاص اتحفظت، الشرطة مأمنة من فوق الصواني من فوق عشان تودي الناس الاتجاهات الصح. فأكتر من رائع بجد. تحية لكل الناس اللي اشتغلت في طريق الساحل، تحية يا جماعة بجد، شابوه لكل الناس اللي اشتغلت فيه. سيبكم من اي اراء هدامه في الطريق ده، تعالوا استمتعوا. الطريق امن تماما، الشرطه مامناه بالكامل، المرور في كل حته، حاجه عظمه يعني، تحيا مصر بجد. عندي بس ملحوظه كمان، يعني مع احترامي، يعني طريق 5 حارات ولا 6 حارات، ان هم بين 5 و6، 1 2 3 4 5 6 7، كمان بيوصل ل7 حارات في بعض الاماكن. يعني ازاي امشي 80؟ ازاي يعني 7 حارات دي المفروض تديني بقى لغايه 120 100، لكن 80 ليه؟ ليه؟ ليه تحجمنا كده على الطريق واحنا ماشيين بسرعه؟ فما علينا، برضو ممكن يكون عشان بس ده حاجات تنظيميه عشان في البدايه، لكن دي ملاحظه مهمه. يعني طريق 7 8 حارات 6 حارات، ازاي ان انا امشي 80؟ طبعا المرور في كل حته، الرادارات في كل حته، فاللي هيعدي 80 هياخد مخالفه، والمخالفات جسيمه جدا عن طريق الساحل. والمرور مش بيهزر هنا، في كل حته في ضباط مرور. يلا اتبسطوا، مساء الفل على كل جدعان مصر.